بعد تحقيقات معمقة واستغلالا أفضل للمعلومات، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بولاية زوبوي من تفكيك نشاط عصابة كانت تنشط منذ سنوات في سرقة المواشي على مستوى ولاية أم البواقي، حيث قامت هذه الأخيرة بالسطو على بيت أحد المربين بمشتة السباخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. واش راح نقول لك؟ اش قلت لك؟ خرجت هنا على 12 وحاجه، حتى راني خشيت هنا الكراج تاعي هنا، الصطب تاعي هنا، راني لقيتهم هنا. بعد رجعت الدار لقيت الوقت اللي في طنطا عيطوا لي رجال الدرك، هما اللي عيطوا لي، بارك الله فيهم، هما راهم قاموا بالواجب نتاعهم وراهم جاوا عيطوا لي رجعونا. لا لا لا، لقينا رحنا لهنا عندهم لهنا لمصلحة الدرك هنا الوطني، رانا لقينا فم الغلم في هذاك عندهم فما، لقينا ما رجعوها عائلة كاملة، ما كانش اللي خدام عند الدولة، رانا عائلة هنا في خمسة، أنا خاوة، رانا هذا هو المصدر، هذا هو مصدر الدخل نتاعنا، احنا ما عندناش حاجة بخلافها، رانا كل نخدموا في هذه الخدمة هذه، مربيين مواشي هذه هي خدمتنا. نتعبوا معاه، نتمرمدوا معاها، ويجي واحد هاك تشوف لك مشكل كبير يخليك على الاعصاب نتاعك انت. احنا رانا عايشين معاهم في خصومه دائمه، هذ الناس راهم ديما هما يروعوا فينا ديما، اما احنا عندنا غلم راحت هذيك الغلم، هاي مش غير من اليوم. بصح رجال الدرك راهم قاموا بالواجب، واش نقول لك؟ راهم خدموا خدمه كبيره معاهم، ورام هما خدموا وخرجوا ورام بيتين 48 ساعة وهما في هذه الخدمة، هذه في خدمة المواطن هذا. أنا ما نقدروش نقول ما خدموش الواجب نتاعهم، راهم خدموا، راهم خدموا خدمة كبيرة، وهما اللي ريكيبيراو، احنا رانا ما شفناهمش، راهم هما اللي ريكيبيراو، هما اللي جابوها. خرجت عندهم هنا، كي خرجت لقيتها عيطوا لي، قالوا لي رانا لقينا غلم هنا يخملوا فيها، راهم لحقوها، اخرى لحقوها هكا في كاميون اخرى، واخرى جابوها هنا من الكاميون الاخرى، راهم جابوها هنا البلديه تاع ولاد زواي عند الدرك هنا. في اطار تنفيذ الاعمال الاستباقيه في ميدان مكافحه الاجرام المنظم والاعتداء على الممتلكات والاشخاص، وبناء على معلومات مؤكدة متعلقة باستهداف شبكة إجرامية مختصة في سرقة المواشي عن طريق التعدد لسكان إحدى القرى، على إثر ذلك تم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة والقيام بنصب نقطة مراقبة والمتابعة للمنطقة مع سد جميع المنافذ التي من المحتمل الفرار منها لأفراد الشبكة. على ضوء هذه المعطيات تم توقيف شخص واسترجاع المواشي المسروقة المقدر عددها 52 رأس لاستكمال للإجراءات القانونية، واستغلال للشخص الموقوف تم توقيف باقي أفراد الشبكة والمقدر عددهم بستة أشخاص وبقاء شخصين منهم في حال فرار. بعد الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم الأطراف أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين مليلة.